ضمن نشاطات مستشفى الجامعة الأردنية الدورية لخدمة المجتمعات المحلية على امتداد خارطة الوطن، أقام المستشفى السبت يوما طبيا تطوعيا مجانيا في بلدة الحراوية في لواء الأغوار الشمالية، بالتعاون مع جمعية الحراوية الخيرية. شارك فيها 40 طبيبا وممرضا وصيادلة وإداريين ومساندين. وقال مدير عام مستشفى الجامعة الأردنية الدكتور عبد العزيز زيادات بأن هذا اليوم الطبي التطوعي الذي نفذه فريق مستشفى الجامعة ما هو إلا ترجمة عملية لنهج المستشفى في التواصل مع أبناء المجتمع الأردني وإيصال الخدمات العلاجية لهم أينما كانوا على اختلاف جغرافية الوطن. في هذا اليوم المبارك الطيب جاء مستشفى الجامعة الأردنية ممثل بعدد من الأطباء بجميع التخصصات إلى منطقة الحراوية في الأغوار الشمالية للقيام بيوم طبي مجاني، وهذا الصحيح الواجب نقوم فيه بالسنة 4 مرات بجميع أنحاء المملكة. نستهدف دائما مواطننا اللي في المناطق البعيدة عن المركز، وهدف منه أولا تقديم خدمة طبية لمن يحرم منها في مناطق أخرى، واثنين تواصل مع المجتمع المحلي، وهذه التواصل الصحيح هدفه نبيل وشريف، سواء من إحنا اللي موجودين في العاصمة أو نتواصل مع أخواننا اللي في القرى البعيدة، والأهل القرى لما يشوفوا كمان مواطنهم وزميلهم وابن بلدهم اللي جاء عليهم من منطقة بعيدة تعمل أيضا نوع من المحبة والتآخي والتواد بين الناس، وبالإضافة للعلاجات. إحنا نشكر صحيح جمعية الحراوية الخيرية اللي تواصلت معنا وجينا إلى هذا المكان الطيب بأهله، وكذلك نشكر جميع زملائنا اللي اجوا معنا واللي يقوم بهذا العمل الخير ان شاء الله ماجورين عليه، وكذلك نشكر ايضا الجمعيات اللي ساعدتنا في قيام بهذا اليوم الطيب ان شاء الله. من جانبه قال رئيس جمعية الحراوية الخيرية عبد السلام طويسالت بأن هذه المبادرة ليست بالغريبة على المستشفى الجامعة الأردنية الذي عود أبناء مجتمعه على تبني وتولي المسؤوليات الكبيرة، ومن أبرزها الخدمة المجتمعية التي تمثل التكامل الاجتماعي بين المواطن والمؤسسات الوطنية في أردننا العزيز. طبعا كانت دعوتنا لمستشفى الجامعة الأردنية لتنفيذ يوم طبي مجاني إيمانا من أهداف الجمعية لخدمة المجتمع المحلي، طبعا على اعتبار أن تعتبر هذه المنطقة من المناطق اللي جيوب الفقر، وعدم وجود مستشفى قريب من هذه المنطقة مما يضطر أهالي المنطقة أنهم يرحلوا أو يروحوا لمستشفيات بعيدة في محافظة إربد. كل الشكر والتقدير لإدارة مستشفى الجامعة الأردنية وللكادر الطبي والتمريضي وللفريق المساند في المستشفى الجامعة. طبعا كل الشكر برضو كمان لمديرة مدرسة الحراوية الأساسية المختلطة ومديرية التربية في لواء الأغوار الشمالية اللي أتاحت لنا الفرصة لتنفيذ هذا النشاط في هذه المدرسة. احنا سعيدين جدا بهذا اليوم الطبي المجاني الذي ينفذه مستشفى الجامعة الأردنية، حيث حضروا منذ صباح هذا اليوم لتقديم الخدمات الطبية العلاجية الممكن تقديمها لمحتاجيها. هذه المنطقة تعتبر من المناطق النائية ومن جيوب الفقر، منطقة الحراوية بحاجة للمزيد من الخدمات، ومن ضمن هذه الخدمات الصحية. أشكر مستشفى الجامعة الأردنية، شكرا لهم. طبعا نشكر اليوم مستشفى الجامعة الأردنية على جهودهم الطيبة اللي بذلوها، بما أنه ما في عنا لا مركز صحي ولا مستشفيات قريبة، فاليوم قاموا بجهد كثير طيب معنا، ويعني قدموا لنا أكثر من 12 تخصص، كثير استفادت المنطقة من هذا اليوم المجاني. ونشكر مستشفى الجامعة الأردنية على هذا الجهد المبارك، بارك الله فيهم ما قصروا، يعني إحنا كنا بحاجة لهذا العمل الخيري منهم، ونشكر جمعية الشيخ حسين الحراوية يعني ما قصروش معنا، واحنا بالمستقبل نتمنى انه يكون عندنا مركز من يعني بالبلد وقريب، لانه والله يعني نتغلب كثير وفي تعب وجهد علينا. كما تعرفون منطقة لواء الأغوار الشمالية بحاجة ماسة إلى هذه الجهود وإلى هذه الخدمات، كونها تعاني من شح من المراكز الصحية، وخاصة هذه المنطقة تبعد عنها المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية. الله يعطيهم العافية. كما نشكر قناة الحقيقة الدولية على هذا اللفتة الطيبة الرائعة.
يعطيكم العافية على تقديم الخدمات من الجامعة الأردنية، تقديم الخدمات الطبية للأهل والجامعة وجمعية الخيرية الحروية على تقديم الخدمات الطبية من حيث تخصص الباطنية وتخصص الجراحة وتخصص الأطفال على تقديم الخدمات، ولأنه سكان الحروية سكان كثير عددهم والدكاترة ما شاء الله مش ملحقين. احنا نشكر مستشفى الجامعة الأردنية على هذا اليوم الطبي الذي قاموا فيه، وعلى نشكر جمعية الحوم الممثلة بالسيد عبد السلام طويسات رئيس الجمعية. طبعا مستشفى الجامعة الله يعطيهم العافية ما قصروا، تحملوا بعد المسافة، التخصصات كانت تخصص الباطني، الجراحة العامة، جراحة الأنف والأذن والحنجرة، جراحة المسالك البولية، طب الأسرة وعيادة التغذية.